تكشر الأيام ونقول لا باس، الصبر الكبار الهقاوي يجبله، واللي ينكتب لصدورنا ضيق الأنفاس، نفوسنا مثل نجومة المطلة، نشكي لرب الناس ما نرجي الناس، مدام شكوانا لغيرها مذلة، ما تنتكس هامة ولا ينحني راس إلا الوجه الله، وخوفنا من الله على النقا، ونزيد رفعة ونوماس، ونواجه ظروف الحياة المملة، وبنك العطايا لو تعرض للإفلاس نبني لنا دولة كرم مستقلة، وبنك العطايا لو تعرض للإفلاس نبني لنا دولة كرم مستقلة، كل بيجني ما تقدمها الأخماس، اللي يمد الطيب واللي يزله، بيت الكريم الطيب معرب الساس، لو كان سد ولد كل يدله، مدهال أهل المجد والدرع والطاس، بيت يساوي له 80 فلة، ولا الردي لو كان بيته من الماس ما حد يطق بابه ينصى محله. الله. بيت الكريم الطيب معرب الساس، لو كان سد ولد كل يدله، مدهال أهل المجد والدرع والطاس، بيت يساوي له 80 فلة، ولا الردي لو كان بيته من الماس ما حد يطق بابه وينصى محله. يا صاحبي والوقت له عرق دساس، اسحب على اللي ما ينومس وخله، ومن قبل لا تخاوي رجل اعرف قياس عدوه وتفكيره، وراجع سجله، ومخاوي الواقين هيبه ونبراس، معك معك في كل موقفه وحله، واطلق خوي غطى على كل الاجناس اللي اليوم صحت لاجاك كله. الله الله. واطلق خوي غطى على كل الاجناس اللي اليوم صحت لاجاك كله، متكاتفين يا بدا دق الاجراس، نجيك بظلاله وتنجى بظله، احد اجت المشكله صار محتاس، واحد يذللها بفنجاله دله، من قوه عزومه ومن طنخه الراس المرجله تقبله وتمتذله، اما وجيه الضعف وجيه الانجاس من دون لا مذهب ومن دون مله، الاعتراف اسمه محطات الاحساس، يكفي يسمونها بسيده الادله، وانا اعترف وحطها بين الاقواس، تكسيري بعض المشط في محله. الله.